بين يديكم. إذا هذا قوة هذا المعرض، هذه القوة المسرعات العلمية الضخمة جدا، كذلك ما يتعلق بالطعام والشراب. إما مثل قصص تتعلق بالطعام والشراب، ومن أعجبي وأغربي هذه القصة. مقتنيات وما بدأ في بيتي كل جمعتي هذه المسرعة. طبعا هذه الشاشات اللي ترونها ترجمت إلى 5 لغات حتى يستفيد الزائر ويستفيد الضيف ويستفيد شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.